اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن احمد قول لي، شاف زياره بيتسو موسيماني ازاي لقطاع الناشئين، خاصه خلاص ان المسافه قربت دلوقتي، ما بقاش في فرق بين القطاع والدرجه الاولى كتير. النهارده المدير الفني متواجد بنفسه بارح والنهارده، وهيكون متواجد بكره. ده الرساله اللي عايز يوصلها ايه لقطاع للعيبه والاجهزه الفنيه؟ اكيد دي حاجه مهمه جدا جدا بالنسبه لنا كمان احنا كلاعيبه، ودي ما كانتش بتحصل كتير الفتره اللي فاتت، الحمد لله ان دي بدات تحصل. فالطبيعي ان احنا كلاعيبه ان احنا نحس ان كل الناس مركزه معانا، وان الفرصه قريبه، وان الدنيا بقت اسهل. فدي اكيد حاجه بتدينا دفعه وبتدينا حماس. وطبعا يعني بنشكره بالنيابه عن اللعيبه كلها، بنشكره عن ان هو دايما بيدينا فرصه كبيره ودايما متابع معانا، والمفروض ان الفريق دلوقتي في اجازه لكن هو بيجي وبيتابع، فدي حاجة تحسب له طبعا، فبنشكره عليها جدا. انت اول مباراة ليك مع الدرجة الاولى كانت ابو قير، صح؟ ابو قير الاسمدة كانت في كاس مصر. اول مباراة ليا كانت ابو قير في الاسمدة في كاس مصر بعد 15 يوم مع الفريق الاول بس، الحمد لله. طب قول لي بقى كواليس المباراة دي، خاصة اول مباراة دي ما بتتنسيش، اول مباراة ليك مع النادي الاهلي، لعبت انت في مركزك في المباراة دي، كانت مباراة مهمة في كاس مصر، والبطولة دي النادي الاهلي اخدها. خدناها الحمد لله، دي كانت اول بطولة ليا كمان. موسيماني قال لك ايه قبل المباراة؟ انا الاستعداد كان للماتش ده، كان كنت لسه طالع ما كملتش 15 يوم. فكان في منتخب كبير، وكمان كان في منتخب اولمبي، فكانت الدنيا بقى فضيت شوية. فانا طالع لسه، كنت طالع اللي هو لسه في تمرين، مش حاطط في دماغي ان في ماتش. الدنيا لقيتها يوم في الثاني في الثالث، قربنا الماتش جدا، لقيت نفسي محطوط اساسي، وكابتن سامي بدا يهزر معايا، فالتلميحات بدات تبان ان انا هلعب. فدي كانت مفاجاه كبيره ليا طبعا. لكن مستر بيتس طبعا من اول يوم ليا كان بيتكلم معايا بشكل غير طبيعي، اداني ثقه كبيره جدا، فكان لازم الواحد يكون قد الثقه اللي هو اداها لي دي طبعا. والحمد لله يعني ان انا كنت قد الثقه دي وظهرت بشكل كويس، يعني الحمد لله. بعدها بعد المباراه دي، بعد ما ظهرت بشكل كويس، كان في اصابه لعلي معلول، وعلي معلول من اللعيبه المهمه، فما بدا يفكر بيتسو موسيماني، بدا يفكر في احمد نبيل كوكا في حته الباك ليفت. ما لعبتهاش قبل كده لكن لعبتها واجدت فيها بشكل كبير، وده ما لعبتش مباراه واحده، انت لعبت كام مباراه في المركز ده؟ لعبت حوالي 6 7 ماتشات. 6 7 مباريات. كلمنا برضه عن الفتره دي. الفترة دي كان زي ما حضرتك قلت، كابتن علي معلول كان مصاب، وكمان كابتن أيمن أشرف كان مصاب، كان بيلعب في المكان ده، وكابتن محمود وحيد كمان كان مصاب. انت خلصت على باك ليفت؟ لا، انا مش بلعب باك ليفت. فمفيش غيري بيلعب برجله الشمال اظن في الفرق. فطبعا مستر بيتس موسيماني وكابتن سامي لي دور كبير جدا في ان انا العب كمان باك ليفت، وكان من الحاجات اللي رشحني في المكان ده، فما كانش في غير يعني ان انا بلعب برجل الشمال في المكان ده. فالحمد لله ان انا اتحط في المكان دوت، وفي الوقت ده كان الاهلي بيمر بفتره كمان صعبه جدا، ضغط ماتشات. المباراة كانت ايه؟ كانت امبي، لعبت امبي ومصري وجونه والنصر و او سموحه. سموحه سموحه ومين تاني؟ بتاع 6 ماتشات. كلها مباريات تقيلة. كلها ماتشات صعبة جدا. ماتشات صعبة طبعا. وكمان كانت اللونجات اللي كانت بتلعب عليا كلها نصها أفارقة. فكان حاجات صعبة جدا، لكن الحمد لله فضل ونعم من ربنا إن أنا أظهر في المكان ده عشان آخد الضجة دي كلها، أو الكلام كله اللي اتقال عليا ده، ده نعمة من عند ربنا طبعا، بحمد ربنا عليها. خلي بالك في مباريات كتير فيها خدت أحسن أو رجل المباراة أو أحسن لاعب في المباراة. الحمد لله كنت بحاول أظهر بشكل كويس جدا، لأن بعد أول ماتش ليا جماهير النادي كلها كانت في ظهري، فأنا كان لازم أكون قد المسؤولية دي، وكان لازم أعمل كل اللي أقدر عليه. فالحمد لله يعني كنت بعمل أرقام كويسة جدا في الماتشات، فنعمة الحمد لله من ربنا.